وده امر انا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيره دخلت وتم اسقاطها اي مكان، المكان اللي هي جايه منه. انا حذرت قبل كده من ان اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحه المنطقه، والمنطقه كده هتبقى عباره عن قنبله موقوته تاذينا كلنا، تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو أن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي. مصر دولة قوية جدا لا تمس، مصر دولة قوية جدا لا تمس.